النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم تخطيط الإصدار رقم 2022 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما، تبدأ في 23 من يونيو 2024 وتنتهي في 22 من ديسمبر 2024. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.4%، علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 152%. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، على الرغم من عودة التضخم في البلاد إلى الهدف الذي وضعه المركزي البريطاني. وانخفض التضخم في المملكة المتحدة إلى 2% على أساس سنوي خلال مايو الماضي وفقا لأرقام رسمية نشرت الأربعاء، وهو ما يتوافق مع المستهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا لأول مرة منذ 3 سنوات. أبقى بنك الشعب الصيني على معدلات الفائدة على الإقراض دون تغيير في اجتماعه صباح هذا اليوم، وذلك تماشيا مع توقعات المحللين. وثبت البنك أسعار الفائدة على القروض لمدة عام عند نسبة 3.45%، في حين أبقى على الفائدة على قروض 5 سنوات دون تغيير عند 3.95%. كما وانتعش الإقراض المصرفي الجديد في الصين بشكل أقل بكثير من المتوقع في شهر مايو. رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 مع تحسن الثقة في آفاق التعافي الأوروبي وانتعاش قطاع التصدير في الصين وإظهار الطلب المحلي في الأسواق الناشئة باستثناء الصين زخما أقوى. وفي أحدث تقرير لها عن آفاق الاقتصاد العالمي، تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6% من 2.4% المتوقعة في مارس. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.